اول حاجه عايزه اسالها لك، انت صحفي ولا اديب؟ طيب من اول حاجه عايز اسالها لك، انت مطربه ولا ممثله؟ دلوقتي انا بسالك وانت لازم تجاوب. اما يجي وقت حلو. طيب انا اديب مشتغل بالصحافه. اديب مشتغل بالصحافه. وانت؟ انا ممثله مشتغله بالغناء. يعني برضه سالتني وجاوبت بس. مش كده كويس بصراحه؟ مظبوط. طب انا سمعت حاجه ان قريتها، انا اظن انت كتبتها ولا ايه، ان انت ما دخلتش السينما. انا هكلمك عن السينما، هكلمك عن يعني طيب وهتكلمي على الغرض. طبعا انك عمرك ما دخلت السينما الا لما اتخرجت من الجامعه. هذا صحيح. يعني كان اظن سنه 47. طب نفسي بقى توصف لي يعني اول فيلم شفته كان ايه، وشعورك ايه يعني وانت كبير كده بتشوف فيلم؟ انا ما كنتش كبير كده، لكن ده فعلا يعني انا من المنصوره، وطبعا في المنصوره سينمات، لكن انا كنت تلميذ مجتهد جدا يعني. وفاصل ونكمل.